هذا الرجل يدعى ابن أبي غراب، وهو الذي تولى عملية خطف الفرسان. أين قائدكم؟ ذهب ليحضر بعض الحاجيات. هكذا، حسناً، أطلب من كل الجنود أن يتأهبوا بسرعة. عندما يعود عليه أن يتوجه فوراً إلى قصر ملك غرناطة ليبلغه كلمة السر هذه ترسانة الليل، وأن يتوجه مع فرقة كبيرة من الجنود إلى أعلى الجبل في مالقة حيث أسر ابن أبي غراب الجنود. مفهوم؟ أنا غير مطمئن لما يجري، لقد تأخر الوقت. يمكننا أن ننطلق يا سيدي. شمس، متى عدت؟ هل كشفت أمر الفرسان؟ أيها الحراس، لقد تعرضنا لكمين. اتبعني، اتبعني، هيا بسرعة، هيا. ماذا يجري؟ هذا الرجل هو الذي خطف الفرسان، بسرعة، هيا. أيها الجندي، اذهب فورا وأحضر بعض المزارعين الذين دربناهم على القتال. أسرع، هيا. حسنا يا سيدي. علينا أن نكسب مزيدا من الوقت. اتبعني أيها القائد. إلى أين؟ هيا سننزل أدراجنا. هل هناك من غابة قريبة هنا؟ أجل، اتبعني. إذن هذا ما طلبه شمس، أن نتوجه إلى جبل طارق. وكيف أتأكد من صحة كلامكما؟ ترسانة الليل. هذه كلمة السر التي تشاركها معي الفرسان قبل رحيلهم. لا نعلم يا سيدي. أيها الحاجب، أمرك يا مولاي. أرسل بطلب قائد الحرس وقائد الجنود. سأرسل فرقتين عسكريتين، فرقة إلى أعلى الجبل في مالقة وأخرى إلى جبل طارق. أنصحك أن تسلم نفسك وإلا لن تنجو. سلم نفسك ولن يقتلك قائد الجنود. اسمع، لن أسمح له أن يمس شعرة منك. ها، ما رأيك؟ حسنا. من الذي سيسلم نفسه الآن؟ ها؟ لم أثق بك منذ البداية يا هذا. اسمع يا بافوس، هذا هو اسمك؟ كما ترى ابن أبي غراب بين يدي، إذن ماذا تفضل؟ حياة ابن أبي غراب أو موت شمس؟ لا تتهور يا بافوس. أفلته يا بافوس، الوقت يمر، هيا. كلا، لن أفعل، كلا. انظر
انظر، إنهم جنود غرناطة. ماذا؟ إنهم يتجهون نحونا. نعم، لقد أتوا لإنقاذ الفرسان، وسينتهي بنا الأمر في السجن. إذن علينا أن نهرب الآن. لن أفلت الرجل، لن أفلته. أريد أن أعرض حياتك أنت للخطر. ماذا؟ بعد كل ما قمت به لأجلك يا بافوس، تريد أن تعرض حياتي للخطر؟ هيا هيا اترك الخنجر من بين يديك. هيا. لن أتركه، وبيت والدي وحقول العنب التي استوليت عليها، ها؟ كان يجب أن تقتله. نعم، لو رميت به في الهاوية. لما عرضت صديقك شمس للخطر؟ لا تقترب، لا تقترب. أيها القائد، إن كنت تريد نجاة صديقك هذا، أمامك حل واحد. ارمي ابن أبي غراب في الهاوية الآن. لن أضع حياة شخص آخر في خطر كي أنجو بحياتي. سامحني، سامحني، سامحني يا شمس. ها؟ أجل، سامحني لغضب الأعمى يا صديقي. كاد انتقامي من ابن أبي غراب أن يكبدك حياتك. اعذرني. عاد ابن بطوطة إلى فاس ليستقر فيها، وجعلها مستوطنا له بعد ترحال دام 25 عاما. جاب فيها بلادا لا تحصى ولا تعد. كان السفر له مدرسة زادته علما وحكمة، وكان دائما يلجأ لرحلاته ويتذكرها ليستخلص منها العبر والدروس. لقد كانت أيامي سعيدة. آه